لمصر مع الشعب. نعم. طيب انا عايز النهارده برضو ايه، عشان كل الناس اتكلمت، نعم، عايزين نشوف الغرب كان بيبص ازاي لينا لثوره 30 يونيو. هنتكلم اول صوره على مادلين اوربرايت. مادلين اوربرايت دي وزيره خارجيه امريكا، نعم، وفي عهد اوباما، نعم، وكان اوباما عامل حاجه اسمها ثينك تانك. ثينك تانك دي مجموعه 17 19 واحد بيديهم لما تحصل حاجه يقول لهم قولوا لي الحل ايه في المشكله. وانا رحت قابلتها في الولايات المتحده في 2014 بعد 30 يونيو. وكان بقالي سنتين عايز اقابلها، يومها قابلتها. النظام في امريكا لما بيتقابل يعني حاجات شخصيه بيبقوا 45 دقيقه اللقاء، 15 دقيقه هي تتكلم وانا ارد 15 دقيقه، وبعدين ديسكشن مع بقيه المجموعه، مناقشات او المناقشات. فاول ما بدانا هي قالت لي احنا السنه دي 2014 خدنا مهمتين صعاب من اوباما. المهمه الاولانيه لما بوتين احتل شبه جزيره القرم في اوكرانيا، بس دي كانت سهله، دوله احتلت، نعم، مكان في دوله تانية فمعروفه عقوبات وخلافه. نعم. المشكله التانيه ان اوباما سالهم انا عايز تقولوا لي هل اللي حصل في مصر ده ثوره شعبيه ايدها الجيش ولا ده انقلاب عسكري ميليتري كو؟ فقالت لي عشان اعمل الكلام ده انا ليا الهوم ورك بتاعي، بجهز نفسي. الرئيس السيسي وهو عميد كان درس في الان دي سي ناشونال ديفنس كوليدج، كليه الدفاع في امريكا، هو درس في كامبلي في انجلترا وهو مقدم، وبعدين هو عميد درس كليه الدفاع. فقالت لي اتصلت بالكليه، احنا لما بندرس بره كلنا بنعمل رساله الماجستير، بتبقى رساله 150 200 ورقه. قالت لهم انا عايز صوره من الرساله. ففوجئت ان رساله العميد عبد الفتاح السيسي، العميد اركان حرب عبد الفتاح السيسي، في كليه الدفاع الوطني الامريكيه. جات الرساله لقيت عنوانها مستقبل الديمقراطيات في دول العالم الثالث. قالت لي لما ضابط بريجادير عميد يتكلم على مستقبل الديمقراطيات ده واحد مش هدفه انقلابات. ده واحد. الحاجة التانية، أنا كاتب ده المقال على فكرة يوم الخميس، نعم، اللي فات. نعم. قالت لي الحاجة التانية إن أنا أول حاجة لقيته عملها إنه راح مغلي المحروقات. وأنتوا كان بقالكوا 40 سنة من أيام السادات خايفين تغلوا المحروقات. إذا ده راجل ريفورمر إصلاحي جاي يصلح. صلح. ده لو عمل انقلاب يطبطب على الناس ويخفض وياخد قروض عشان يرضي الناس، إنما ده ريفورمر. الحاجة التالتة قالت لي شفت الصور بتاعت الملايين اللي في الشارع خرجت، فأنا عرفت إن كده هذا ما حدث هو ثورة شعبية الجيش المصري أيدها. خلصنا. أنا بعد كده قالت كلام وأنا قلته بعدين. ده كلام مادلين أوربرايت. مادلين أوربرايت وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق، نعم، ورئيسة مجموعة ثينك تانك 8 سنين مع مين؟ أوباما. أوباما. اللي كانت بتحل كل المشاكل. نعم. خلصنا الـ الكلام. تعرف بره مفيش بقى او ما تقعد شاي وقهوه بتاع، لا مفيش زي هنا. انت بتطلع تقوم تقف تلاقي ترابيزه على الجنب فيها المجات بتاعت القهوه والشاي، نعم، والدونتس. نعم. قالت لي على فكره انا بشوف السي في بتاعتك لقيتك انك انت كنت محافظ الاقصر. قلت لها انا بكلمك تشوف الناس بتبص لنا ازاي. عارف الاقصر دي هي اول درس في التاريخ خدته. نعم. انا نفسي اروح الاقصر في يوم من الايام واشوف. بتقول لحضرتك كده؟ بقول لك اول درس في التاريخ خدته. اخدته في الاقصر. ونفسي او اطلع النايل كروز، لان كل اصحابي اللي حضروها، بس مش هقدر اعملها دلوقتي لما تقاعد. قلت لها تيجي يعني يو ار موست ويلكم، هنرحب بيكي وكلام من ده. نعم. قالت لي على فكره الدونتس ده النهارده انا جايباه من المحل بتاعي عشانك. بعدين قالت لي على فكره مصر بلدكم دي بلد عظيمه. انا بحكي لك التفاصيل، مش عايز اخش بقى في المباشر. نعم. بلدكم بلد كبيره، مصر اكبر دوله في المنطقه، وانتوا لازم تستحقوا قياده المنطقه. احنا كنا لسه في 2014 ويا دوبك الرئيس السيسي متولي، وكان رايح بعديها جمعيه العامه للامم المتحده. انتوا لازم تشدوا حيلكم ولازم تكبروا وتاخدوا دوركم القيادي في المنطقه. والله يا احمد هذا ما حدث. عظيم. اتكلم على النوحة الثانية اللي بعده. اللي بعده عبارة عن ليون باناتا. اه ليون باناتا ده يا احمد
هو اكتر امريكي تولى وظائف رئاسيه في الامم في امريكا. امريكا واحد قعد 8 سنين مع بيل كلينتون الرئيس. الرئيس بيل كلينتون قعد فترتين. كان ماسك التشيف ستاف للوايت هاوس، البيت الابيض كله من اول الجنايني لحد السكرتاريه والحاجة.